Hello everybody, welcome to Barcelo Hotel, where we have a 3 days conference about gender equity in sports for social change. This event is sponsored by Nike through Women Win Project in collaboration with l'Association Marocaine de Sport et Développement, with SAD, NCDO, and Mama Cash. هذه جمعية المبادرة الحضارية، الجمعية الأكثر نشاطا في الحي المحمدي. الجمعية اللي جابت بزاف ديال المشاريع، بزاف ديال الفعاليات اللي استفد منها الشباب الحي المحمدي بصفة عامة، تربويا رياضيا ثقافيا. وهاد الجمعية ولات معروفة على الصعيد العالمي لأنها حققت في ظرف وجيز مجموعة من النشاطات، مجموعة من المشاريع. الوغ الى جينا نديرو احصاء غادي نلقاو ان جل الفتيات ديال الحي المحمدي كيتمناو يكون عندهم مرفق فين يزاولوا الرياضه المفضله ديالهم. الوغ هادشي علاش فكرت الجمعيه انها دير سونتر ديال السبور. هالو سارة. هالو. Just tell us about yourself. I'm Sara. I have I'm shit luck. Do you play sport, Sara? Do you play sport? Between in a school في هذا الحي الشعبي ما يمكنش لينا اننا نلعبوا حيت اصلا الغوغاغ ديال عباد الله وكلشي ما غاديش تقدر حنايا نلعبوا كدريات. المسرح بالنسبه لبحال هكذا شي عمل يعني سوسيال جمعوي يعني نقدروا نديروه، اما زعما اون اكستيريور لا ما نقدروش. بالنسبه لنا ان ما كاينش مشكل ديال البنات واش بغاو يديروا رياضه ولا ما بغاوش يديروها، ولكن كاين مشكل انه لونتوراج ديالنا هو اللي ما كيسمحش انه يشوف دريه تلعب سبور في تيران قريب ليها. الوغ كتجيهم شويه بيزار، ولكن دابا بهاد المبادره اللي دارتها الجمعيه كنظن ان الاباء خصهم يتفهموا انه كما الاولاد عندهم القدره وعندهم الهوايه ديالهم انهم يلعبوا رياضه، حتى البنات من حقهم انهم يلعبوا رياضه. الملك محمد السادس حفظه الله اللي في سنه 2005 à cette grande course féminine vraiment spectaculaire oui. dans le monde arabe et surtout en Afrique du Nord. Oui. Vraiment bravo. ماراطون زوين زوين ما تخافتيش باقي فيك ما تجري الحمد لله. ماراطون نسوي هذا، من حق المراه تجري، من حق المراه تمارس اي ميدان. ملي كنتي صغيره كانوا كيسمحوا لكم انكم تشاركوا في ماراطون؟ لا لا ما كان سبور، ما كنتيش كتخرجوا؟ لا نخرجوا للمدرسه، قرينا في المدرسه. ودابا دابا الحمد لله المراه ولا عندها. وليتوا كديروا سبور وما كتخرجوا؟ لا بدا من غير هذا الماراطون واش كديري؟ كديري لا مارش لا مارش صافي. الرياضه كتخلي الانسان زيز، كتخليه رشيق، كتخلي المورال هادئ، الكور ديالو كله هادئ، هو كيتريني هو سليم العقل، سليم الجسم، سليم الجوانب كامله الحمد لله. اللهم لك الحمد بهذه القوله. واش كتحسوا في الاول قبل ما تمارسوا الرياضه وملي كتمارسوها بشي تغيير؟ كاين تغيير. كاين تغيير. التغيير هو انك كتهرب من واحد الروتين كتكون عايشه يوميا، كتمشي للجو ديال السبور، انت مهدئ، انت كالم، كتجي بعدا مرتاح مورالمون فيزيكمون. لا مش ما فيش فرص شبه الفرصه دي يعني، ما فيش يعني بتحس اني يعني في قيمه، بيدوا قيمه للمراه اكثر، واخد بالك؟ يعني كورس خاص بالفيمينا يعني بالنساء. جميل.
كان في انرجي، كان في قوه طاقه جميله جدا. بلس انه كون ان النهارده البلد تتقفل في كازابلانكا الدار البيضاء علشان الستات تمشي، ده مش بس بيدي ثقه للبنت وبيديها مهارات مختلفه، ده بيدي وعي، لا ووعي للمجتمع باهميه المشاركه، انه يدي للمراه مكانه اكبر واحسن. ونامل ان ده يتعمل في فلسطين ويتعمل في مصر عشان نقدر يبقى لنا يوم تكون الكابيتال او يكون مدينه للمراه تعمل بيها رياضه. بس بنطلب اسبوع، يوم مش كفايه يا شيخه، بتدي بيوم بس، احنا راضيين بيوم في القاهره بس. جي 57 رمار جي توجور في جي سبور جيم لو سبور فيف لي سبورتيف. التريشة كتغش كتغش هذيك هائل، وفيه الناس نقيين، وكنتمناو هذا الشيء يكون ماشي غير مره في العام، مره يكون تقريبا كل شهر، باش يكونوا الناس يكونوا يكون عندهم واحد المشغل باش يكونوا يمارسوه، وتكون الرياضه للجميع، والبنيه ديتي راه مشاركه، والحمد لله هذا الشيء غير المهم مشاركه. احنا I've done both. One time I was doing the camera, the other time I was doing the interview, and Leah was filming. So I did the both. I mean, it's an experience. اليوم جينا في زياره لجمعيه ساعه فرح باش نشوف نتلاقاو بالاشخاص اللي كيترينيو على البروجي ديال لا دونس اربان. غادي نشوفوهم من ورا الكاميرا ان شاء الله. لا دونس اللي كنديرو حنايا انا والصديق ديالي حسين اون فا العرض نقدم لكم ليبي بوي تجاونا. السلام عليكم، انا فرحان بزاف ملي شاركت في هذا الشو، ودابا نشوفوا الدراري تما كيفاش كيحسوا في هذا السبيكتاكل اللي داروا. جميل جدا، شوف الكاميرا، جميل جدا. كون جو دونس سا مي ان بليزير سي بون. انا فرحانه بهذا العرض اللي دار. صاي صاي طلع زوين بزاف بزاف. Donc pour moi, il n'est pas difficile d'intégrer les filles. Il faut simplement expliquer aux parents ce que la danse peut leur apporter comme bienfait, comme équilibre, comme ouverture intellectuelle, artistique et émotionnelle surtout. Donc il a été difficile au départ, effectivement. Les filles ont été un petit peu timides. Mais vu les efforts qui ont été fournis et la régularité des cours, je crois que tout le monde s'est senti investi. Et aujourd'hui, vous avez remarqué, en dehors des adolescents, il y avait plus de filles que de garçons. Voilà, donc c'est un challenge qui a été largement relevé.
I was like, whoa, you came up with the show. All the dancers had so much energy and they were so young, up to the bigger guys doing the b-boy, the guy with the air flares. I'm like, where did you learn this? You know, it was outstanding. I loved it. I loved it. Okay, and est-ce qu'elle pense que maintenant il pourrait y avoir un pont entre Casa et Londres, puisque en fait le hip-hop est une mince. You know what? 150%, I'm here to help you. I'm here to help you. So I'm going to make sure that we make that bridge. I will make sure. So, thank you. Thank you. Signing out. هاد الماراثون باش نمشي شويه نتحرك مع ديجا الطبيب عطيني نمشي في الطروين. انت بتشعري ان الرياضه مهمه للمراه؟ مهمه للمراه. انا هاد المده اللي بركت ديال انا مريضه غلاضيت بزاف. زعما مهمه، زعما الرياضه مهمه، زعما ما عرفتش بحقها حتى تبركت عاد عرفت بحقها. شعوركم اليوم وانتم في السباق؟ شعور جميل جدا باننا نشارك في هذا الماراثون الدولي. ايش شعورك والبنات الحلوين دول ماشيين في الشارع؟ زين 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 زين. يرضي عليكم الله يعطيكم النجاح. خاص نجحوا والعيشه وطول العمر لنا والعباد كامله. انتم مبسوطين اليوم؟ مبسوطين. النهارده انتم عملتوا ايه من الصبح؟ قرينا جدا كثير وتعبنا يعني وما وصلناش للمرحلة النهائية، ولكن مهم المشاركة. المهم المشاركة بس، مش مهم أي حاجة تانية. احنا الروح الرياضية بس. طيب المهم الروح.